السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من ردس في 5 دقائق. في هاي الحلقة رح نحكي عن موضوع مهم جدا صراحة، اللي هو الريبليكيشن. طبعا كلياتنا بنعرف يعني مفهوم الريبليكيشن في 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 الداتابيسز بشكل عام، يلي هي عمليا أخذ نسخة من خلينا نقول البيانات الموجودة على انستنس إلى انستنس ثاني. في ريدس حكينا قبل هالمرة عن شيء اسمه كلاستر. الكلاستر هو بيكون عندنا ماستر سليف ماستر سليف ماستر سليف إلى آخره، يعني بيكون عندنا عمليا أكثر من ماستر، والداتا بتتوزع على شكل سلوتس بين خلينا نقول بين هدول الماسترز. يعني مثلا لو عندنا مثلا مليون كيز، فهدول المليون كيز وعندنا 3 ماستر، فهدول المليون كيز بيكونوا ديستريبيوتد على 3 ماسترز. فبنلاقي جزء من الداتا موجودة على ماستر 1 والثانية، وجزء منها على ماستر 2 وجزء منها الأخير على ماستر 3. وكل ماستر قلنا له سليف. طبعا بيشتغل الكلاستر بدون ما يكون لكل ماستر سليف، لكن مجرد واحد منهم صار داون بيوقف كل الكلاستر. في كونسبت ثاني في ريدس اسمه ريبليكيشن، هو سيت اب عبارة عن ماستر سليف، أو مثل ما عادوا يسموه ماستر ريبليكا. بيكون هذا شكله، شكله هو هذا. بيكون عندنا ماستر، وهذا الماستر له اكثر من ريبليكا او اكثر من سليف. طبعا عندنا ماستر واحد، ما بيكون عندنا اكثر من ماستر، عندنا ماستر واحد، وبيكون لهذا الماستر عندنا اكثر من ريبليكا. طبعا بحاله انه نحن عندنا مليون كيز، فكلياتهم موجودين وين؟ في الماستر ام، وفي نسخة من هدول المليون كيز على السليف 1، ونفس النسخة موجودة على سليف 2. ولو عنا 10 ريبليكا بيكون عنا المليون هدول ما هن موزعين، ولكن نسخة طبق الأصل عن هدول المليون موجودة في كل إيش في كل الانستنسز اللي تشكل هذا الريبليكيشن سيت اب. خلينا نشوف كيف نسوي هذا السيت اب. السيت اب هذا بكل بساطة، نحن بنجي بنقول ام هو ماستر. طبعا هل في شيء بيقول انه ام هو ماستر؟ ما في، هو ريدس دوت كونفيج الكونفيجريشن الطبيعي. لكن بنيجي بنقول للريبليكا او السليف في ريدس دوت كونفيج، بنقول له انت ريبليكا لماستر. فلما بيشتغلوا هدول الانستنسز بيتعرفوا على بعض، وماستر ام بيعرف انه في عنده ريبليكا 1 وريبليكا 2 و والى اخره. خلينا نشوف الكونفيجريشن اللي موجود. لاحظوا هذا الريدس دوت كونفيج لواحد من السليفز. ايش عم نقول له؟ عم نقول له ترى انت ريبليكا اوف هذا الهوست او هاي الانستنس على هذا الاي بي، وهذا هو البورت تبعها. الريبليكا الثاني كمان نفس الكوماند بالضبط. هل ممكن يكون عندنا خلينا نقول اكثر من ماستر؟ اكثر من ماستر انت ممكن تسوي انفايرمنت فيه اكثر من ماستر، لكن بيكون كل واحد شغال لوحده وكل واحد له الريبليكا الخاص فيه. الريبليكا ما بيكون ريبليكا لأكثر من إنستنس، يعني ما ممكن نجي مثلا نسوي هيك مثال يعني ونجي نقول له ريبليكا لسيرفر رقم 5 بورت مش عارف ايش. لا، هنن بيكون في عنا سطر واحد للريبليكا، وعادي بيشغل الإنستنس الخاصة بالريبليكا والماستر بشكل طبيعي جدا. طيب ايش بنستفيد نحن في هاي الحاله من الريبليكا؟ طبعا خلينا نشوف لما انا اكون ماستر. طبعا هاي الانفايرمنت كلها موجوده وين؟ على دوكر. لما اكون، طب كيف انا بسوي له خلينا نقول سيت اب بدون دوكر؟ بكل بساطه انت لو عندك 3 سيرفرز، واحد منهم هو الماستر، ما فيه اي كاستم كونفيجريشن، بس هو ماستر بدون اي سبيشال كونفيجريشن. لكن الريبليكا او السليف بيكون فيه سطر في الكونفيجريشن. طبعا في اكثر من هيك سيتنجز في الريبليكيشن، لكن نحن عم نحكي عن المين ثينجز. بيكون في هذا السطر وين؟ في الانستنسز اللي بتشكل الريبليكا او السليف. طيب خلينا نشوف مثلا في كوماند في في في, في الريبليكا اسمه رول. هذا الريبلي هذا الكوماند بيقول لنا هي الانستنس ايش الرول تبعها، واذا في ريبليكاز تابعه لها تحكي لنا عنها وتعطينا التفاصيل. لاحظوا هون قلنا انه هذا ماستر وفي عنده 2 ريبليكاز، وهي الاي بي وهي البورت تبع كل واحد. لو جينا على ريبليكا وقلنا له انت ايش الرول تبعك،
بيقولنا انا سليف، الماستر تبعي هو هاد والبورد تبع الماستر هو هاد. نفس الشيء وين؟ في الريبليكا الثاني. طيب خلنا نشوف في كوماند اسمه info. هذا الكوماند ما له دخل في الريبليكيشن، لكن جزء من الداتا اللي بيبعث لنا اياها اسمها ريبليكيشن. خلنا نشوف ايش فيها. لاحظوا هون قلنا الرول تبع هذا الانستنس هو ماستر، كونكتد له تو سليفز، تمام؟ وبيعطينا اشياء اخرى يعني نشرحها لاحقا، واعطانا ستيت تبع كل ريبليكا والاي بي والبورد تبعهم بشكل مفصل. طب لو جينا هون طبقنا هذا الكلام على ريبليكا انستنس، لاحظ قال انا الرول تبعي سليف، الماستر هوست هو هذا، وهذا الاي بي تبعه وهذا البورد، وهو ايش؟ اب، تمام؟ هذا بشكل خلينا نقول مختصر عن كيف، عن الكونسبت تبع الريبليكيشن في ريدس، وايش خلينا نقول ايش الفائده منه؟ الفائده منه انه بكل بساطه انت بتاخذ كوبي عن الداتا اللي موجوده على الماستر وبتوزع وبتاخذ هذا الكوبي بتحطه على انستنسز ثانيه. طيب احدى او فوائد هذا الكلام، اول شيء الهاي افيلابيليتي، يعني انا لو عندي اكثر من انستنس واحد منهم صار داون، طبيعي انه ايش؟ الثاني يجي يحل محله ويصير ماستر، وبالتالي خلينا نقول الانفايرمنت تبعي بتضل شغاله بشكل طبيعي. الشيء الاخر اللي بستفيده انا من الريبليكيشن هو موضوع الباك اب، يعني انا بكون نفس الكوبي من الداتا موجوده على ماستر وريبليكاز، فانا عندي باك اب من الداتا تبعي. اضافه انه انا ممكن اقرا من الريبليكا بدون ما اقرا من الماستر، يعني اكتب واقرا من الماستر لكن اقرا فقط ايش؟ من الريبليكا. فانا لو عندي 10 ريبليكا عمليا لو وزعت الريدز على هدول الريبليكا فحتى البرفورمانس بيكون افضل. ان شاء الله رح نحكي عن اشياء اخرى في الريبليكيشن في حلقه قادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.